معجب قوي بقبضة حديدية للدولة المصرية وللحكومه، وهي بتواجه الشائعات، واتنين النهارده تم احالتهم لجهات التحقيق لانهم بيروجوا شائعات. هو ده صح؟ الله، بلد 100 مليون هنقعد بقى واحد ايا كان مخلول في عقله قاعد عمال يفتكس لي اخبار من اوضه النوم ولا من الحمام يتحاسب؟ مش انت بتروج لشائعات جوه البلد؟ فين مصدرك يا قمر؟ ده بيكلموا على وفيات يعني. معايا على التليفون دكتور اشرف عقبه، أستاذ المناعة بكلية طب جامعة عين شمس. مساء الخير دكتور أشرف، وعاوز أعرف من حضرتك توصياتك بقى كأستاذ مناعة لينا بعد الحكومة ما علقت الدراسة لمدة أسبوعين، دورنا إيه كمواطنين ورسالة أيضا للحكومة؟ الحقيقة إنه هذا الإجراء إجراء سليم، وده وقته المناسب بعد اكتشاف بعض حالات كورونا في بعض المدارس. أعتقد إنه في 4 حالات تم اكتشافهم في المدارس، وبالتالي كان من الصحيح انه ضروري لازم يتم ايقاف الدراسه بالمدارس، وده هيدي فرصه طبعا الى انه يتوقف اي انتشار عن طريق تجمعات كبيره. ده الحقيقه خلى كل الاجراءات كمان اللي اتخذها رئيس الوزراء بانه اوقف الدراسه كمان في الجامعات، ورئيس ووزير التعليم العالي الحقيقه بيوصي بابتداء الدراسه عن بعد. التعليم عن بعد الحقيقه هيدي فرصه كويسه الى انه الطلبه تستمر في التدريس الدراسه ولن تتوقف عمليه الدراسه. لازم كمان انه الاطفال وذويهم اولياء امورهم يفهموا انه الموضوع ده معمول علشان منع انتشار الفيروس، وبالتالي ما ياخدهوش فرصه بقى الى انه اجازه ويبداوا في انهم يخرجوا ويتفسحوا، وبالتالي يبقوا في تجمعات كبيره فنفقد الميزه بتاعه تعليق الدراسه. طيب بالنسبه للحكومه، انا كنت بطلب منها توزيع منشور ملزم لكل المصالح الحكوميه والمصانع والشركات، انها يبقى في اجراءات وقائيه زي مواد معقمه، مناديل تتوزع، صابون. لو حضرتك طلب منك كاستاذ مناعه تكتب هذا المنشور تحط فيه ضوابط ايه صحيه؟ والله احنا يعني لازم برضو نفعل فكره العمل عن بعد او الهوم وركر، ان احنا نبدا نستفيد من الناس وهم في منازلهم، ودي هتبقى فرصه للناس اللي نقدر يعني نستفيد من نشاطاتهم من خلال العمل بتاعهم اللي ممكن يكون من غير ما يروحوا الى جهات العمل. بس عفوا دكتور اشرف، ده مش هينطبق على المصانع ولا المولات، ده بالظبط يا فندم. انا بتكلم على انا بتكلم بالنسبه للموظفين، احنا نقدر نستفيد من خبراتهم بالطريقه دي. اما بالنسبه للموظفين فلابد من اتباع كل وسائل الوقايه الصحيه. زي ايه؟ كل وسائل الوقاية هي بكلمة واحدة، هي اتباع وسائل النظافة بالتزام وبحرص وبإجراءات زيادة عن اللزوم شوية. لازم الناس تراعي انها تغسل ايديها بالمية والصابون لمدة على الاقل من 20 ل 30 ثانية، تستخدم المطهرات زي الكحول اذا احتاجت، ما تحطش ايديها على عينيها ولا بقها ولا مناخيرها الا اذا كانت غاسلة ايديها. العطس والكحة يبقى في منديل ورق ويلقى في سلة مهملات بشكل آمن. البعد عن التزاحم بكل الوسائل بحيث انه ما يبقاش في مسافة قريبة بيني وبين اللي قدامي، لازم تكون المسافات على الاقل متر بيني وبين اي شخص ممكن يكون مصاب باي امراض تنفسية. هل في يعني وبرضو بالنسبة للأشخاص اللي بتعاني من أي أمراض تنفسية، المفروض أنها بتتعزل في البيت وما بتروحش الشغل علشان ما تعديش زملائها اللي موجودين هناك. ده الأمراض المزمنة اللي عندهم ربو يعني؟ الأمراض أي واحد عنده إنفلونزا أو أمراض شبيهة بأعراض كورونا المفروض أنه هو ما يروحش، ما يعني يلتزم بالبيت ويعزل نفسه منزليا. طب إيه نوع الأكل اللي ممكن يقوي جهاز المناعة؟ أو المشروبات؟ هو الحقيقة ما فيش أكل محدد، المفروض إن
جهاز المناعه عشان يقوم بوظائفه بشكل سليم لازم الواحد يشرب ميه نظيفه ويتنفس هواء نظيف وياكل اكل صحي ويلعب رياضه، يمتنع عن التدخين ويمتنع عن المزاحمات، وفي نفس الوقت يبقى عنده نوم، فتره نوم كافيه. هي دي الحاجات الحقيقيه اللي ممكن تخلي النظام المناعي عند الناس نظام سليم وفعلا يقيه من الامراض. لكن ما فيش اكل بعينه بعينه هو ده اللي ممكن، لان كل الاشاعات اللي اتكلمت عن الاكل منظمه الصحه العالميه الحقيقه فندتها وقالت لا، ما فيش اي ضروره من انه الناس لا تاكل توم ولا تاخد فيتامين سي ولا كل الكلام ده، ما كانش ليه اي اثر ايجابي في انه هو بيحسن المناعه عند الناس ويخلي يمنع عنهم الامراض. اشكرك دكتور اشرف عقبه، أستاذ المناعة بكلية طب جامعة عين شمس، وتعالوا نشوف برنامج المصري أفندي مع الإعلامي محمد علي خير الخميس في الساعة 8:30 مساء، الجمعة والسبت الساعة 8 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.